ذاتي أنساتي سادتي حكم المباراة ويبدأ اللعب في الوقت الإضافي الثاني. الاستقلال في الجهة اليمنى، الهلال في الجهة اليسرى. العوضي يرسل لك كرة طويلة عند حارس المرمى أحمد رضا عابد زادة. رمي التماس للهلال عند حسين الحبشي، وصل إلى يوسف خنيان في صفارة فيها خطأ، ضربة حرة مباشرة. 10 بطولات سبقت هذه البطولات، الفريق العربي الوحيد اللي استطاع الحصول على كأس هذه البطولة هو فريق نادي السد القطري. فهد الخشان في خطأ، محاولات جيدة لهذا اللاعب فهد الخشان، يكسب منها ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال. سيدينهو والجميع متفاعل مع أحداث المباراة، لا شك الفريقين أمامهم فرصة تحقيق إنجاز أسيوي، إذا ما حققه الاستقلال فهذه يعني المرة الثالثة. الهلال أول مرة، يوسف ثنيان يشوت قوية تصطد، مرة ثانية طارق العوض متابع ولكن قبله جنكيز خان اللي راجع. منصور المويلع جهة يوسف ثنيان، يلعبها يوسف ثنيان تطلع برا الملعب. هذا يوسف ثنيان بالتخصص سجل هدف في لقاء الفريقين في الدور التمهيدي، والآن تسبب في تسجيل الهدف تعادل للهلال. شوف الآن رمي التماس، هذا اللاعب حسن نمشان يرميها للأمام، شوف حسن يرميها بالفعل للأمام الحبشي، وكرة مشتركة. رمي التماس أخرى للهلال أيضا، حسن نمشان شوف ياخذ له، يعني هذا احمد رضا عابد زاده، وحسن نمشان ياخذ له على ما نقول سنه على اساس يرمي رميه التماس، يرميها الحبشي، حصلها الحبشي، تطلع برا الملعب. ضربه ركنيه ضربه مرمى لصالح نادي الاستقلال. كان لاعبين نادي الهلال يعتقدون انها ضربه ركنيه ولكن هي ضربه مرمى للاستقلال الايراني. احمد رضا عابد زاده يلعب لك كره عاليه للامام، طارق العوضي فهد الخشان يحولها للامام تنقطع، رضا حسن زاده يشيلها. يتقدم ليو صادق، صادق وار يحاول ولكن تنقطع من امامه وتطلع برا الملعب. رمي التماس للاستقلال الايراني، عباس رخاب من اللاعبين اللي تسببوا في وصول الاستقلال الايراني الى هذا الدور، الدور النهائي او المباراة النهائية. يوسف جازع حاول يخطفها، يوسف جازع وهاجم الهلال، يوسف جازع يتعرض لإعاقة، يتعرض لعرقلة. عليها ضربة حرة مباشرة للهلال، انذار يوجه حكم المباراة للاعب الإيراني اللي عرقل يوسف جازع، وكانت مرتدة وخطيرة للهلال السعودي.
وهذه هي دقائق الحرج الآن، يعني حوالي 9 دقائق أو 8 دقائق متبقية على نهاية الوقت الإضافي الثاني، وإذا ما استمر التعادل فلا يوجد مجال آخر غير ضربات الترجيح. ونتذكر أنه في كأس أمم آسيا التاسع لكرة القدم المنتخب السعودي فاز بضربات الترجيح. على العموم الهلال اليوم هو ممثل الكرة السعودية، والاستقلال هو ممثل الكرة الإيرانية، ومجهود كبير بذل الفريقين لا شك للحصول على كأس هذه البطولة. كرة في مكان جيد للهلال، خطير على الاستقلال. ثنيان يوسف جازع، ثنيان يلعبها تصطد، على طول تصطد ويحصلها ثنيان مرة ثانية، تطلع برا الملعب تصطد وتطلع برا الملعب ضربة ركنية لصالح نادي الهلال السعودي. يوسف ثنيان داخل يلعب الضربة الركنية للهلال، عالية للأمام وخطرة أيضا، ضربة ركنية أخرى، ضربة ركنية أخرى، الهلال ايضا ثنيان يلعبها، يعني درجة حرارة المباراة ارتفعت، ولكن البرودة هنا في الاستاد ارتفعت ايضا، برد والله اليوم. رمية تماس اخرى ايضا للهلال، ورمية تماس يعني حسن نمشان داخل يرميها، حسن يرميه الى زميله منصور الاحمد اللي يلعبها للامام، فهد القشاني تابع ومعه طارق العوضي، القشاني حاول، فيه اعاقه وفيه ضربه حره مباشره، يعني الوقت الاضافي الثاني الهلال هو اللي مستلم الكره وضاغط على مرمى نادي الاستقلال الايراني، والكره يعني من خلال السبع دقائق الماضيه في ملعب نادي الاستقلال الإيراني. أحمد رضا عابد زادة، والكرة ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال، طارق العوضي، طارق العوضي يقول ان الحائط اللي عامله نادي الاستقلال قريب، ويطلب من حكم المباراه يبعد الحائط على بعد 10 ياردات. طارق العوضي، العوضي يلعبها للامام، خطره ايضا، تمر، كره خطره جدا للهلال، خطره جدا للهلال، يتدخل مهدي فنوني يحولها الى ضربه ركنيه. الهلال اخطر في الوقت الاضافي الثاني ومارس هجوم اكثر على مرمى نادي الاستقلال. يوسف ثنيان يلعب بالضربة الركنية، يشيلها على طول مدافع، في راية الآن مرفوعة وفيها تسلل على الهلال السعودي. عباس سرخاب الى احمد رضا عابد زادة، 5 دقائق على نهاية الوقت الاضافي الثاني، كرة منقولة للامام، اقرب لها شاهين بياني يبعدها، سعد مبارك، مقطوعة من الاستقلال، تحول الى جنكيز خان، فيها لمسة يد، طبعا مو تسلل، مو تسلل تنلعب ويحصلها نادي الاستقلال. صادق، صادق قارم من الاستقلال، هاجم الاستقلال الايراني، بينية ملعوبة، اخيرا سهلة الى حارس المرمى خالد الدايل.
يوسف ثنيان يحاول ولكن الطول من يوسف ثنيان دقائق الخمس المتبقية فريق يسجل ممكن ينهي المباراة. بنون يرسل لك كرة جهة جنكيز خان، جنكيز خان يسيطر عليها وينقلها إلى صادق وارس إلى جنكيز خان. يحاول فهد الخشيان، فيها خطأ، فيها عرقلة طبعا من طارق العوضي، عليها ضربة حرة مباشرة. هذا سيدنهو، منصور ابو حيدري، والتعادل مستمر في اخر ثلاث دقائق على الوقت الاضافي الثاني. اخر ثلاث دقائق وسلامات للاعب المصاب ان شاء الله. قام اللاعب الايراني بالسلامة والكرة ضربة حرة مباشرة. خالد الدايل استعد، وجنكيز خان داخل يلعب الضربة الحرة المباشرة. جنكيز خان يلعبها للأمام يشيلها على طول النمشان. محاول الاستقلال الإيراني، رضا حسن زادة. وصل شاهين بياني، عباس رخاب، مهدي فنوني، شاهين بياني مرة ثانية، في لاعب من نادي الهلال السعودي طايح على ارض الملعب. سلامات ان شاء الله. اللعب الى جنكيز خان، سلامات ان شاء الله للاعب نادي الهلال السعودي على ما يبدو شاري العويران. سلامات ان شاء الله. قام بالسلامة والكرة متنقلينها لاعبي نادي الاستقلال. كرة سريعة الان للامام، تحول برا الملعب، ضربة مرمى للهلال. يعني راح نشوف وقت ضربات ترجيح، راح نشوف ضربات ترجيح. سلامات ان شاء الله للاعب نادي الهلال المصاب. حسن نمشان، سلامات لحسن ان شاء الله. خالد الدايل، اللعب عالية، قافز مهدي فنوني يقطعها، مرة ثانية الاستقلال، شاري العويران، في خطأ لصالح الهلال. سلامات ان شاء الله، سلامات لمشاري العويران ايضا. يعني الفريقين بذلوا جهد من خلال الشوط الاول والشوط الثاني من المباراة، والوقت الاضافي الاول والوقت الاضافي الثاني اللي انتهى الان، انتهى الان. الوقت الاضافي ايضا انتهى وراح نشوف ضربات الترجيح، وبضربات الترجيح راح يحسم الموقف لاي من الفريقين. والله الفريقين فيهم نخبة
كثيرة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة في التسديد. وهناك أحمد رضا عابد زادة حارس مرمى جيد، دايل حارس جيد، رضا حسن زادة يشيلها الآن، يوسف جازي يحولها العويران، ولكن يشيلها المدافع على طول. في رمية التماس مهدي فنوني، جنكيز خان حكم المباراة طالع ساعته، راح يصفر صفر خلاص